AS Computer Science Chapter 5 System Software. المفروض ان احنا عارفين ان الكمبيوتر هاردوير وسوفتوير. طب ما احنا دي بقى دي بسيطه خالص، الكمبيوتر سيستم هاردوير اند سوفتوير. السوفتوير بقى فيه منه نوعين، سيستم سوفتوير اللي هو الاوبريتنج سيستم، وحاجه كمان يعني، بس هو سيستم سوفتوير وفي حاجه اسمها ابلكيشنز. الابلكيشنز اللي هي ايه؟ البرامج اللي بستخدمها ابلكيشنز، وورد بروسيسنج، سبريد شيت، ان شاء الله حتى براوزر، دي اسمها ابلكيشنز. لكن السيستم سوفتوير يعني تقريبا اللي هو الاوبريتنج سيستم، هو السيستم سوفتوير الاوبريتنج سيستم ومعاه حاجات كمان. هنشوف دلوقتي السيستم سوفتوير بيتكون من ايه. بس السيستم سوفتوير بيخلي بقى الهاردوير يشتغل، يعني شغلانه السيستم سوفتوير يخلي الهاردوير يشتغل. الابلكيشنز يعني بقى برامج اللي انت بتستخدمها اللي هي بتعمل لك تاسك انت محتاجها، لكن السيستم سوفتوير بيخلي الهاردوير اوبريشنال، والسيستم سوفتوير برضه هو اللي بيتحكم في الابلكيشنز. بصراحه السيستم سوفتوير يعني السيستم سوفت وير اعتبر ان هو الويندوز، الويندوز بتاعت الكمبيوتر بتاعك. لو ما اشتغلتش او فيها عطل او مش موجوده، ما فيش ابلكيشنز هتشتغل، والكمبيوتر مش هيشتغل خالص يعني. فبصراحه السيستم سوفت وير يعني اساسي جدا، وبيتعب وبيعمل مجهود وحاجات كتير يعني، لان في حاجه اسمها مالتي بروجرامينج، يعني انا بشغل كذا برنامج في نفس الوقت. فالويندوز اللي هي الاوبريتنج سيستم، طبعا كوميرشال نيمز ار نوت الاود، يعني لما اقول لك ويندوز او اقول لك اندرويد، ما الاندرويد ده الاوبريتنج سيستم بتاع السمارت فون، تمام، او ماك، ماك او اس، حاجات اي او اس، كوميرشال نيمز ار نوت الاود. يبقى دلوقتي يا شباب الاوبريتنج سيستم ده الساينتفك نيم، هو اسمه اوبريتنج سيستم، ليه كوميرشال نيمز في الماركت. تعال اقول لك كل الكوميرشال نيمز اللي انا اعرفهم للاوبريتنج سيستم، بس بشرط ما تستخدمش ولا اسم منهم في الامتحان. طب انا ليه بقولهم؟ عشان انت تفهم بس. دلوقتي الاوبريتنج سيستم على الكمبيوتر العادي ده بنسميه مايكروسوفت ويندوز. طب الاوبريتنج سيستم على السمارت فون لو هو سامسونج هنسميه اندرويد. الاوبريتنج سيستم على السمارت فون بتاعك لو هو ايفون هنسميه اي او اس، اي او اس 7 او 8 او 9. لو هو على ماك شوف هيبقى اسمه ايه. وفي اوبريتنج سيستمز ثانيه، في حاجه اسمها اوبونتو، ده بتاع اللينوكس، يعني سيرفرز وكلام من ده. المهم يا شباب هو بالنسبه لي اسمه اوبريتنج سيستم، اللي هو لازم يفتح الاول اول ما الكمبيوتر يشتغل. طب ايه الفرق ما بين السيستم سوفت وير والاوبريتنج سيستم؟ الاوبريتنج سيستم يعتبر نوع من انواع السيستم سوفت وير. طب في ايه الانواع الثانيه؟ ما هي جايه بقى في التشابتر معايا حاجه كمان اسمها يوتيليتي بروجرامز، تعتبر سيستم سوفت وير. معايا ايه تاني؟ معايا حاجه هنا اسمها لايبراري بروجرامز، برضو معايا كمان، معايا حاجة بقى مهمة في الآخر اسمها Language Translators اللي هو Compiler وInterpreter وAssembler اللي درسناه في الO Level، هنذكرهم كلهم تاني إن شاء الله. هذه الأشياء تعتبر بالنسبة لي System Software. عكسها إيه؟ الـ Applications، الـ Applications أو أختها بقى Applications اللي هو الـ Word Processing والـ Spreadsheet والـ Database، إن شاء الله حتى الـ Browser اللي فتح ما بيننا الزوم والحاجات دي. خلاص كده يا شباب، يبقى ادي كده سيستم سوفت وير وادي اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده كتر خيره بيتعب جامد. تعال نشوف بيعمل ايه. The operating system provides an environment within which programs can run. يا اخي هو اللي بيديك الديسك توب اللي انت من خلاله بتعمل ايكونز، ليك ايكونز على كل البرامج اللي انت عاوز تعملها. يبقى الـ operating system provides an environment within which programs can run.
the activities of an operating system can be divided into different categories. تعالى بقى نشوف الـ activities بتاعت الـ operating system ده بيعمل حاجات كتير. أول حاجة بيديك user interface اللي هو إيه؟ بيديك الديسك توب من خلاله بقى بتشوف ايكونز، الايكونز تعمل عليها كليك ودبل كليك تلاقي فايلات. بيديك يوزر انترفيس. ما هو اليوزر انترفيس ده فيه منه نوعين، في كوماند لاين انترفيس كل الاوامر بالكتابه، وفي جرافيكال يوزر انترفيس عندك ايكونز وعندك بوتنز تدوس عليه. يعني هو الاوبريتنج سيستم بيديك خدمات رائعه. اول حاجه بيديك يوزر انترفيس. تعال نتفرج كده نشوف التشابتر فيه ايه. يبقى الاوبريتنج سيستم بيديك يوزر انترفيس اللي هو اختصارا كده الديسكتوب. بروجرام هاردوير انترفيس، هنشوف الرسمه دي بقى. ما هو انت عندك الاوبريتنج سيستم محطوط فوقيه الابلكيشنز واليوزر بيستخدم الابلكيشنز. الاوبريتنج سيستم بقى بيسخر لي الهاردوير عشان يشتغل. يبقى الاوبريتنج سيستم بيديني بروجرام هاردوير انترفيس. ريسورس مانجمنت بقى يا اخي ده هو بيقسم وقت البروسيسور على البرامج اللي شغاله، وبيقسم الرام على البرامج اللي شغاله. وبعدين ديفايس مانجمنت بيخلي لي بقى الماوس تشتغل والكيبورد يشتغل والبرينتر تشتغل والمونيتور لو متوصله اتش دي ام اي، الهارد درايف لازم كده كده يشتغل اذروايز مفيش داتا هتتقرا. بيديني فايل مانجمنت، اعمل فولدرز. بيديني سكيورتي مانجمنت اللي هي يوزر نيم وباسورد، ايرور ديتكشن اند ريكفري. ماشي، كل الحاجات دي بقى هنقعد ندرس فيها، ما احنا هو اللي تشابتر كده. والحاجات دي بسيطه يعني، ما هو مش معقده، بس انت اعرف اسميها وهي كل حاجه بتعمل ايه، يعني كل اكتيفيتي. وهنشوف عليها الاسئله ان شاء الله الامور تبقى بسيطه. خلاص، يبقى انا عندي دلوقتي بقى الاوبريتنج سيستم. اول حاجه بيديك يوزر انترفيس اللي هو الديسكتوب. ماشي، ا يوزر انترفيس از نيدد تو الاو ا يوزر تو جيت سوفت وير اند هارد وير تو دو سمثينج يوزفول. ما انت عشان تدخل الكوماند بتاعك، تمام، ما هو انت عندك هنا اليوزر بيستخدم الاوبريتنج سيستم. ماشي، وبعدين بقى الاوبريتنج سيستم بيشغل لي الهاردوير والسي بي يو والانبوت اوتبوت والرام. خلاص، بيديني يوزر انترفيس. والله في نوعين، وطلبه الاي سي تي ذكروا النوعين يعني بالتفصيل. تمام، انا عندي الكوماند لاين انترفيس ايام زمان. ادي هنا الكوماند برومبت. ايام زمان كان الاوبريتنج سيستم بيفتح على شاشه سوداء وتكتب كل الاوامر اللي انت عاوزها، بس كان اسمه يوزر انترفيس. عايز اوامر بتكتبها، امال هتدي اوامر للكمبيوتر ازاي؟ وفي بقى جرافيكال يوزر انترفيس اللي هو بقى دلوقتي عندك ديسكتوب وعليه ايكونز تختار منيوز. انا مش عليا بقى زي الاو ليفل اي سي تي ادرس الفرق ما بين ده وده والادفانتج. انا عليا اعرف بس ان الاوبريتنج سيستم بيديني يوزر انترفيس، وديك عرفت يعني ايه يوزر انترفيس. provision of a user interface allow the user to communicate عشان تدي كوماند. ماشي، and make navigation around، تفتح بقى الفايل مانجر، تخش على الهارد ديسك سي ولا دي، تخش في الابلكيشنز بتاعت الويندوز وتعمل ران للابلكيشن اللي انت عايزه. provide facility for input data and output data. ما هو الانبوت داتا من خلال الكيبورد وتشوف الاوتبوت على الشاشه، ولا انبوت يور كوماندز باستخدام المنيوز. اوتبوت بقى بيشوف بيشغل لك الشاشه او بيشغل لك الاتش دي ام اي علشان بروجيكتور. يعني هو بصراحه الاوبريتنج سيستم بيشغل لك كل حاجه. ما خلاصه الكلام الاوبريتنج سيستم بيشغل لك كل حاجه. تعال بقى نمسكهم حاجه حاجه. اول حاجه يا سيدي بيديك يوزر انترفيس، كتر خيره من غيره هتعمل ايه؟ تمام؟ اللي بعده يبقى الاوبريتنج سيستم بيديك يوزر انترفيس، اتمنى تكون واضحه وسهله. طب بعد كده بيديك ايه؟ هاردوير بروجرام انترفيس. انشور هاردوير داز وات ذا سوفت وير وانتس ات. السوفت وير اعتبره هنا الابلكيشن. يعني المقصود هنا بالسوفت وير
هنا الابلكيشن. الابلكيشن عاوز يعمل برنت، الابلكيشن مش بيعرف يتعامل مع البرنتر. الابلكيشن بكتيره يدي الريكوست للاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم بصراحه في حاجه اسمها ديفايس مانجمنت موجوده هنا، ديفايس مانجمنت، في حته في الاوبريتنج سيستم اسمها ديفايس مانجمنت اللي هو بيشغل الدرايفر بتاع البرنتر. تقوم بقى تشتغل البرنتر زي الفل، ما هو الاوبريتنج سيستم مسؤوليته ديفايس مانجمنت. يبقى بروجرام هاردوير انترفيس، ذا اوبريتنج سيستم ذن هاز تو بروفايد ميكانيزم فور اكسكيوشن اور ديفلوب بروجرام. هو الاوبريتنج سيستم يا اخي بيخلي لك الابلكيشنز تشتغل. لا بصراحه كتر خير. طب بيعمل ايه كمان؟ ريسورس مانجمنت. يعني ايه ريسورس؟ الريسورسز بتاعه الكمبيوتر اهم اتنين، الميموري اللي هي الرام والبروسيسور اللي هو البرين بتاع الكمبيوتر. انت متخيل بقى ان الاوبريتنج سيستم اللي احنا ماسكينه ده في ايدينا مالتي بروجرامينج. يعني ايه مالتي بروجرامينج؟ يعني بيشغل كذا بروجرام ات ذا سيم تايم. انت متخيل بقى قد ايه هو تعبان في الميموري مانجمنت، بيقسم الميموري لبلوكس ويحط كل برنامج في بلوك، وكمان يضمن ان مفيش برنامج يأثر على برنامج تاني في الميموري. يبقى دي اسمها ريسورس مانجمنت. من ضمن الريسورس مانجمنت بيعمل حاجة اسمها ميموري مانجمنت. من ضمن الريسورس مانجمنت بيعمل حاجة اسمها بروسيس مانجمنت، بيقسم البروسيسور تايم على البرامج اللي شغالة. ما هو انت عندك بروسيسور بيشغل 10 برامج، بيشتغل مع البرنامج الاولاني وبعدين الثاني والثالث والرابع لغايه العاشر ويرجع الاولاني ثاني ومشغلهم كلهم بسرعه. It looks like they are all running in parallel. It looks like. بس actually هو بيعمل حاجه اسمها time slicing. بيقسم وقت البروسيسور لاجزاء ويخلي كل بروجرام ياخد جزء، بس الجزء بيبقى ايه؟ واحد على ألف من الثانية. فالبروسيسور شغال بسرعة رهيبة جدا، ده بيعمل مليار ستيب في الثانية الواحدة. المهم يا شباب، يبقى بيعمل resource management. When the execution of a program has begun, it is described as a process. في حاجة اسمها program وحاجة اسمها process، هما الاثنين واحد، بس البروجرام وهو مطفي بيبقى مجرد كود متسيف على الهارد ديسك. البروجرام لما يبدا راننج بنسميه بروسيس، بيبقى راننج في الميموري. تمام. طيب each process need access to the resources provided by the computer. ما هي محتاجه بقى البروسيس وهي شغاله محتاجه رام تعيش جواه، محتاجه بروسيسنج تايم علشان يعمل لها الحسابات بتاعتها. وساعات بقى بتعوز الكيبورد، وساعات بتعوز الساوند كارد، وساعات بتعوز البرينتر. يعني ما بتستخدم الريسورسز بتاعت الكمبيوتر. The resource management provided by the operating system aims to achieve optimum efficiency. يشغلك كل حاجة بأفضل طريقة. يعني مثلا انت بتعمل داونلود وفي مزيكا نازلة وفايل داونلودد ماشي، ده كده شغال لوحده. وبعدين انت بتعمل ايميل وبتكتب لاتر وهيتبعت، ده شغال لوحده وما يخليش ده يخلي التاني يقف والكلام من ده. In the best efficiency، عشان في الاخر تبقى انت مبسوط عن الكمبيوتر وتقول ده الويندوز دي شغاله بسرعه، مشغله لي كذا برنامج وبسرعه. خلاص، يبقى دي ريسورس مانجمنت in the optimum efficiency. بتعمل حاجه اسمها scheduling، بتقسم وقت البروسيسور على البرامج اللي شغاله، دي اسمها سكاديولينج، بتعمل جدول اعمال للبروسيسور. كونفليكت، افرض بقى تو بروجرامز عاوزين مثلا البرنتر. ماشي، ما اللي سبق باقل من 10 ثانيه يخش على البرنتر والتاني بقى بيستنى في كيو، ولا الاثنين هيطبعوا سوا ولا ايه؟ فدي بقى ريزولوشن اوف كونفليكت وين تو بروسيسز ريكواير ذا سيم ريسورس. يبقى بيعمل ريسورس مانجمنت.
بروسيس مانجمنت، بيقسم وقت البروسيسور على كل البرامج اللي شغاله. مانجز ذا سكادولينج اوف بروسيس، بروسيس يعني برنامج رانينج. الاو مالتي تاسكينج، كذا برنامج يشتغل في نفس الوقت قل كتر خيره. ومالتي بروسيسنج، ما هو نفسهم مالتي تاسكينج هي مالتي بروسيسنج اللي هي مالتي بروجرامينج، مش فارقه يعني اللي هو الحوار ان كذا برنامج شغال في نفس الوقت. انشور فير اكسس ان هاندلز بريورتي، بيخلي كلهم يشتغلوا بطريقه فير، وفي حاجات بيبقى لها بريورتي برضو ماشي، ففي حاجات اهم من حاجات. هو بقى بيقسم الوقت بطريقه فير، وبتلاقي ان كل حاجه شغاله سموث. انت مش عارف اساسا البرامج شغاله بانهي بريورتي، بس الدنيا شغاله بطريقه مناسبه. مانج ويتش ريسورس ذا بروسيس ريكواير، انيبل بروسيس تو شير انفورميشن، بريفنت انترفيرنس. يبقى البروسيس مانجمنت بيمنع ان البرامج تاثر على بعضها، وده يدمر ده او ده يوقف ده، ولا تلاقي برنامجين فتحوا مع بعض هنجوا او كراش او حاجه بهذا الشكل. يبقى ده يا باشمهندس البروسيس مانجمنت اللي هو بيقسم وقت البروسيسور على كل البرامج اللي شغاله. تمام. اللي بعدها ميموري مانجمنت، دي اهم حاجه. ليه؟ لان انت عندك ميموري، الميموري دي يا سيدي كبيره بيج، يعني ما تجيبليش كمبيوتر الميموري بتاعه 2 جيجا وتقول لي مش عارف اشغل برامج كتير، بيبطئ قوي. لا ما هو انت ما تخنقش الدنيا، يعني احنا بنتكلم مثلا دلوقتي على الرام 8 جيجا 12 جيجا، لو 16 جيجا بقى كده بقت واسعه، وكل واحد بقى كل برنامج يشتغل براحته. اصل القصه ايه؟ ان كل البرامج الرننج لازم تبقى في الرام، البرنامج اللي مطفي على الهارد ديسك ومش اكتف. عشان برنامج يبقى اكتف وراننج لازم الكود بتاعه يبقى في الرام. ما هو انت درست فيتش دي كود اكسكيوت، هو بيجيب الانستراكشنز واحد ورا الثاني من الرام، الادرس بس والديتا بس، بيجيب الانستراكشن واحد ورا الثاني من الرام، يدخله جوه البروسيسور وينفذه، اللي هو الايه اريثماتيكال لوجيك يونت وكنترول يونت. خلاصه الكلام انا عندي 10 برامج شغاله كلهم موجودين في الرام. ازاي؟ الميموري مانجمنت، ميموري مانجمنت بيقسم الميموري لبلوكس ويخلي كل بروجرام في البلوك بتاعه، وما يخليش بروجرام يشتغل في الرام اللي اسايند لبروجرام تاني. طب افرض بقى الميموري مش مكفيه، والله هو عنده حيله بس بتخلي البروسيس البرفورمانس تنخفض، والله هو بيعمل حيله، بيستخدم جزء من الهارد ديسك ويسميها فيرتشوال ميموري. تخيل بقى الاوبريتنج سيستم كتر خيره بيعمل حاجه اسمها ميموري مانجمنت، حاشر كل البرامج اللي شغاله في الميموري رام. طيب تعالى بقى ندرس الميموري مانجمنت لان دي مهمه جدا، دي تاسك بيعملها الاوبريتنج سيستم. ما انا دلوقتي بدرس لك الاوبريتنج سيستم. طيب there are three important aspects of memory management. اول حاجه ميموري بروتكشن، بيمنع ان بروجرام use the same memory locations as other programs، يعني ما فيش برنامج يشتغل في اللوكيشنز بتاعت برنامج تاني. خلاص كل واحد كده ليه اوضه وليه خصوصيته ومحدش بيضايق التاني. خلاص يبقى memory protection ensure that one program does not try to use the same memory locations of another program. ماشي. طيب memory organization scheme to optimum usage، لو انا عندي limited memory size بيستخدم حته من الهارد ديسك ويسميها virtual memory، ويعمل حاجه بقى اسمها paging وsegmentation، بيقسم البروجرام لبيجز وحاجات تبقى في الميموري الحقيقيه وحاجات على الفيرتشوال ميموري، ويعمل سوابنج. قصه احنا علينا بس اسمها اللي هي اسمها فيرتشوال ميموري. طلبه الاي 2 بقى ايه بيعملوا فيرتشوال ميموري ده بايديهم. خلاص حاجه كمان ميموري يوزج اوبتمايزيشن،
decision about which processes should be in memory at one time and what is what where and where they are stored in this memory. يعني هو مثلا ممكن توصل انت الليميت كنا بنشوفها زمان بتوصل لليميت لما تيجي تعمل ران لبروجرام يقول لك insufficient memory بقى ومش هنشغل لك البرنامج ده خلاص كده هو مش قادر لا تقول لي virtual memory ولا حتى segmentation ولا اي حاجه فهو بيحدد ايه البرنامج اللي يتحط في الميموري ولو هو بره بقى طاقته مش بيحطه خلاص يبقى كل ده يا شباب اسمه memory management الاوبريتنج سيستم بيعمل memory management زي ما انت شايف في الرسمه كده ادي البرايمري ميموري اللي هي الرام متقسمه لبلوكس ادي ده برنامج اللي هو بسميه بروسيس 1 وادي برنامج تاني اللي بسميه بروسيس 2 خلاص وبيفصل ما بينهم يعني عشان ما اصل غلطه من دي معناها كراش لو برنامج اشتغل في برنامج تاني الاثنين والداتا بتروح وايه وحتى بقى لو الاوبريتنج سيستم ذات نفسه كراش بيطلع لك شاشه زرقاء وتعمل ريستارت وغالبا كل شغلك اللي انت كتبته في الرام راح وربنا يستر بقى الكمبيوتر يفتح تاني يعني يعمل ريستارت مش بقى تروح تعمل انستول لويندوز وتفرمت الهارد ديسك يبقى هو كتر خيره بيعمل ميموري مانجمنت وتعبان يبقى ميموري مانجمنت على فكره الحاجات اللي هي بالبنفسجي دي انا جايبها مارك سكيمز انت عارف الاسلوب بتاعي يعني مره جه سؤال قال لك ديسكرايب ميموري مانجمنت اوف ذا اوبريتنج سيستم كتبت ان هو ايه الوكيتس ميموري تو بروسيسز يحدد انهي برنامج أنا آسف يحدد أني حتة من الميموري لأنهي برنامج رانينج يبقى allocates memory to processes ensure fair usage of memory optimizes memory make use of virtual memory key processes separate مفيش حاجة تشتغل بدل حاجة وreleases memory when a process stops لما البرنامج بقى يخلص يمسحه من الميموري بقى ونشوف حتة تانية حاجة تانية نحطها في الميموري يبقى ده سؤال جه يا شباب ما هو الموضوع عليه اسئله كتير باذن الله نخلص جزئيه ونحل عليها حبه. ما هو في الاخر انت تحل هتاخد درجات تبقى انت برنس في المد. خلاص يا شباب؟ طيب يبقى دي كده ايه؟ ميموري مانجمنت. ديفايس مانجمنت. انت دلوقتي بتوصل ديفايسز كتير للكمبيوتر، بتوصل برنتر. الدرايفر بتاع البرنتر بيبقى انستولد جوه الاوبريتنج سيستم. الماوس انت متخيل انت بتحرك ماوس كده على الترابيزه وفي ارو بيتحرك على الشاشه انت فاكرهم كده يعني لوحدهم يا اخي ده الاوبريتنج سيستم بياخد سيجنالز من الماوس وبعدين يحسب انت حركت يمين ولا شمال ويعمل لك بقى موفمنت للارو على الشاشه حسب حركه ايدك ولا لما تعمل كليك بيشوف بقى انت واقف تحت من ايدك انهي ايكون عشان ينفذ لك انهي كوماند يبقى الاوبريتنج سيستم بيعمل ديفايس مانجمنت اللي هي المونيتور والكيبورد والبرنتر والويب كام بيعمل انستاليشن اوف ابروبريت ديفايس درايفر ويعمل كنترول اوف يوزج باي بروسيسز بروسيسز يا شباب بروسيس يعني رانينج بروجرام يبقى كنترول يوزج باي بروجرامز بس الفرق ما بين بروجرام البروجرام ده كود على الهارد ديسك ومش شغال process يعني program active process يعني program active خلاص خش شوف يا اخي الاوبريتنج سيستم ده بصراحه ايه يعني نال التعاطف كله فايل مانجمنت بيديك بقى فولدرز بيديك فايل نيمز انت لو فتحت هنا ادي هنا يا سيدي الفايل اكسبلورر هو بقى اللي عامل لك الفولدرز ادي هنا الهارد ديسك دي تخش جواه بص فتحهم لك فولدرز ازاي ادي هنا انترناشنال تخش جوه انترناشنال ادي هنا كامبريدج اي سي تي وكامبريدج كمبيوتر ساينس واي اس واي 2 هو اللي عامل لي الفولدرز دي امال انا هوصل لفايلاتي ازاي يعني فايل مانجمنت ما هو الا اللي هو فايل اكسبلورر ده اللي هو ده دي يوتيليتي بقى بيعمل لي فايل مانجمنت هو اللي بيديني نيمينج كونفرجنز يعني ايه naming conversions .doc .doc ده file word .mp3 ده file مزيكا على mp3 player .jpeg ده صورة تتفتح على مثلا الادوب فوتوشوب لو هتعمل لها editing
ده الفايل نيم كونفرجن، يديك فولدر وفولدر ودايركتوري، فولدر جوه فولدر جوه فولدر كتر خيره. وبعدين اكسس كنترول، ده ممكن كل يوزر يبقى له فايلات يقدر يفتحها وفايلات تانية ما يقدرش يفتحها حسب الاكسس رايتس الحقوق. بس ده هو كمان شويه هقول لك ان الاوبريتنج سيستم بيعمل سكيورتي مانجمنت. ما هي اكسس كنترول هي سكيورتي مانجمنت. شوف بقى الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه؟ ده احنا لسه ما دخلناش في اليوتيليتيز اللي بتيجي مع الاوبريتنج سيستم. ماشي، سكيورتي مانجمنت. There are several aspects of security. اول حاجه ريكفري وان داتا از لوست، لو الداتا راحت كان حقتك عامل قبلها باك اب. ساعات هو في اوبريتنج سيستمز بتعمل باك اب اوتوماتيكلي. Prevention of intrusion اللي هو hacking. Ensuring privacy. ما هو انت دلوقتي السكيورتي مانجمنت تاسك اللي بالبنفسجي ده هو يا شباب الفايلوت ده اجابه جت في مارك سكيم. مره جه سؤال قال لك ديسكرايب او منشن سكيورتي مانجمنت تاسكس دون باي ذا اوبريتنج سيستم. اول حاجه سيت اب يوزر اكونت، كل يوزر بيبقى له اكونت. تشيك يوزر نيم اند باسورد اللي هي اسمها اوثنتيكيشن. تمام، لما تيجي تخش على الكمبيوتر بتاعك اكيد عامل له باسورد عشان لو حد تاني فتحه ما يعرفش. والاوبريتنج سيستم بتاع السمارت فون عليه بقى ايه، فينجر برينت ولا فيس اي دي ولا بين كود ولا رقم، اهو باسورد. خلاص، امبلمنتيشن اوف اكسس رايتس، مين يفتح اني فايلات. اوتوماتيك باك اب كتر خيره. سيستم ريستور، ساعات انت ممكن تعمل انستول لحاجه في الويندوز وتخرب خالص وبعدين يقول لك ريكفري وريتيرنينج باك تو ذا لاست ستيبل ستيت. يعني انت معاك الويندوز وعملت انستول بروجرام دمر لك الويندوز، هو يعني لحد معين يقدر يعمل ريكفري، هيرجع تاني ويعمل لك ان انستول للبروجرام ده ويرجع تاني عايش وايه ويصلح نفسه. دي كلها اسمها سكيورتي مانجمنت. تمام، طيب اللي بعده، شايف الاوبريتنج سيستم ده طلع لغايه هنا، وبعد كده بقى هنكمل في اليوتيليتيز. ماشي، حاجه اسمها ايرور ديتكشن اند ريكفري. افرض بقى مثلا وانت شغال على البرينتر حصل مثلا بيبر جام، وانت عارف ان البرينتر هتبعت انتربت سيجنال والاوبريتنج سيستم هيوقف رانينج. على فكرة أنا ساعات بضحك عليك، أنا ساعات بقول لك إن الانتربت بتروح للكنترول يونت في البروسيسور، وساعات أقول لك إن الانتربت بتروح للأوبريتنج سيستم. لا أنا مش بضحك عليك، لأن الكمبيوتر هاردوير أند سوفتوير. الهاردوير اللي بيتعامل مع الانتربت هو الكنترول يونت اللي جوه البروسيسور. السوفتوير اللي بيتعامل مع الانتربت هو الاوبريتنج سيستم. فلما انا جيت اشرح لك البروسيسور قلت لك ان الانتربت سيجنال بتروح للكنترول يونت جوه البروسيسور، ماشي مع حقيقه كهاردوير. طيب دلوقتي انا بشرح لك الاوبريتنج سيستم بقول لك ان الانتربت سيجنال بتروح للاوبريتنج سيستم، ماشي، ما ده بقيته ده السوفت وير. خلاص، فهم الاثنين بيكملوا بعض. خلاص، يبقى دلوقتي errors can arise in the execution of a program either because it was badly written أو because it has been supplied with inappropriate data. ما أنا كل اللي أنا شرحته لك في الانتربت تعال ندخله هنا. ليه؟ لأن السوفتوير ممكن وهو بيعمل calculation يلاقي نفسه بيعمل divide by zero فعاوز يخرج من الورطة دهيت، بيعمل interrupt ويوقف وخلاص أنا مش لاعب. الانتربت بيروح لمين؟ للاوبريتنج سيستم، او بيروح لمين؟ للكنترول يونت جوه البروسيسور لو انا بتكلم هاردوير. تمام، يبقى كل الشغل اللي انا قلته في الانتربت بشرحه دلوقتي. The operating system should have the ability to interrupt a running process and provide error diagnosis ويعمل لها شوت داون. يعني لو في حاجه بروجرام ماشي بيعمل running كده forever، افرض انت بروجرامر وعملت لوب ماشي
عملت لوب مثلا عماله تكرر تكرر واللوب دي مش بتخلص، تمام؟ ده كده بادلي ريتن بروجرام، اللوب مش بتخلص، عمال يعد ارقام كده وملهاش كونديشن، عاملها بالوايل والكونديشن بتاع الوايل، او عاملها ريبيت انتل والكونديشن بتاع الريبيت انتل، مش بيوقف اللوب، مش بتوقف، هتفضل شغاله كده، مش مفيش حاجه توقف. انت كاتب البرنامج غلط، ساعتها بقى ممكن تعمل الت كنترول ديليت، ده في الاوبريتنج سيستم يقفل لك بقى البروجرام اللي هو اوت اوف كنترول ده، خلاص؟ يبقى ايرور ديتكشن اند ريكفري، ماشي، اللي هي انتربت هاندلنج، ايدنتيفاي بريورتي اوف انتربت، ذاكرناها مع البروسيسور، نحطها برضو اكنها شغلانه الاوبريتنج سيستم. سيف كارنت ميموري اند بروسيس فاليوز اند سيف داتا اون باور اوتج. افرض يا اخي مثلا جاء البتري لو، باتري لو دي اعلى بريورتي في الانتربت، يروح ساعتها بقى الاوبريتنج سيستم عامل ايه؟ موقف الرننج بروجرامز، مسيف اللي في الرام على الهارد ديسك، عامل لنفسه شات داون سيفلي قبل ما الكهرباء تقطع، تمام؟ ولودز ابروبريت انتربت سيرفيس روتين، زي ما بقول لك لو البرنتر عملت بيبر جام بيشغل بروجرام يكشف على السنسورز اللي في البرنتر، ده اسمه انتربت سيرفيس روتين. كل اللي شرحته لك يا شباب على الانتربتس مع البروسيسور، مشيه هنا مع الانتربتس مع الاوبريتنج سيستم، لان ده الهاردوير وده السوفت. شوف كل ده بيعمله الاوبريتنج سيستم، شايف كل ده بيعمله الاوبريتنج، ولسه في بقى ايه كمان؟ في حاجه اسمها يوتيليتيز، دي بقى تولز بتيجي مع الاوبريتنج سيستم او بتبقى سيبريتد عن الاوبريتنج سيستم، بس بنسميها يوتيليتيز، برضو بتخدم استخدام الكمبيوتر. تعال بقى نخش على اليوتيليتيز، ده الموضوع طلع كبير، ده الشرح قد كده، لازم نوصل لجزئيه كده نشرحها ونحل عليها كمان، خلاص؟ خش بقى على اليوتيليتيز. اي واحد مثلا بيستخدم الكمبيوتر كده وعايز يظبط الهارد ديسك بتاعه، ما اعرفش، عارف يعني ايه يوتيليتيز، ماشي؟ يوتيليتي بروجرام از وان ذات مايت بي بروفايدد باي ذا اوبريتنج سيستم. ما الاوبريتنج سيستم بيجي معاه يوتيليتيز، يبقى اليوتيليتي بروجرام بتيجي مع الاوبريتنج سيستم، او ممكن تجيبها سيبريتلي. تعال ندور كده، اصل انا عندي في حاجه اسمها ادمن، عندي مع الاوبريتنج سيستم في حاجه اسمها ادمنستريتيف تولز، دي يوتيليتيز جايه مع الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو ويندوز، فيها ايه بقى؟ كومبوننت سيرفيس، كمبيوتر مانجمنت، ديفريجمنت اند اوبتمايز، ديفريجمنت اند اوبتمايز درايفز، بيعمل لها حاجه اسمها ديفريجمنتيشن علينا يا باشمهندس. يعني ايه؟ هشرحها دلوقتي، بس من ضمن اليوتيليتيز اللي موجوده حاجه اسمها ديسك ديفريجمنتيشن واوبتمايزيشن، ديسك كلين، يعني يشوف لك لو في فايلات ملهاش لازمه، تمبرري فايلز عايزه تتمسح، يعمل ديسك كلين، بيرفورمانس مونيتور، برينتر مانجمنت، ريسورس مونيتور، سيستم كونفيجريشن، ويندوز ميموري دايجنوستيك، تاسك سكادولر، ديسك كلين اب، كمبيوتر مانجمنت، جوه الكمبيوتر مانجمنت في ديسك مانجمنت، دي حاجات متقدمة بقى، بعمل البارتيشنز بتاعت الهارد ديسك بتاعي، واعمل له فورماتنج. ما هو انت ممكن تيجي، بس انا مش عايز اعمل كده، انت بتيجي على دي وتعمل لها فورمات، لو جديد محتاج تعمل له فورمات، لازم لو موجود عليه ديتا وهتعمل له فورمات الداتا هتروح. ديفايس مانجر، ماشي،
services and applications. كل دي يا شباب اسمها utilities موجودة مع الـ operating system. هي جاية مع الـ operating system بس اسمها utilities. احنا بنذكرها اسمها utilities. غير الـ operating system بقى اللي هو الديسكتوب والحاجات دي، دي اسمها utilities. هي جاية معاه. أو ممكن أنت تشتري utilities مخصوصة، حاجة بقى الإيه من يعني مثلا ديسك ريبير، عشان لو هارد ديسك باظ بتخش بيوتيليتي تصلحه، ريكفري، حاجات مثلا ترجع لك الداتا اللي ديليتد. المهم يا شباب عندي حاجه اسمها يوتيليتي بروجرامز، بتعمل ايه؟ ديسك فورماتر اند ديسك تشيكر. تعال نبص عليه. هارد ديسك ديفريجمنتر علينا برضو، وادي الديسك ديفريجمنت. ديسك ريبير، ديسك كلين، ديسك سبيس اناليسز، باك اب سوفت وير، فايل كومبريشن، فيروس تشيكر. بس نوصل لغايه دول كده ونوقف، يبقى كويس قوي. كل دي يوتيليتيز مع الاوبريتنج سيستم، وكلهم جم في الامتحانات، مفيش حاجه ما تثابت، يعني مش مجرد رغي كده معاك كل جيت سأل عليه. فبإذن الله لما نحل هتحس بأهمية اللي أنا بشرحه. يبقى utility program is one that might be provided by the operating system might also be installed as a separate unit أو separate entity. تعال بقى نشوف utilities اللي موجودة عندي. hard disk formatter، أول ما تشتري hard disk جديد لازم تعمل له formatting. ليه؟ بيقسم السيرفس بتاعه لتراكس اند سيكتورز عشان الداتا بقى تبدا تتخزن. ما انت عندك الهارد ديسك ده سيلندرز بلاترز لايرز كتير، بيمسك كل لاير منهم، كل سيرفس، كل بلاتر، البلاتر بيتسجل عليه من فوق ومن تحت. ما هو انت مذاكر الهارد ديسك كهاردوير، تمام، مع التشابتر اللي اسمه هاردوير. شوف بقى انت مش سايبين حاجه جوه الكمبيوتر، بندرس كل حاجه، تمام. طيب بيتقسم لتراكس اللي هي سيركلز كده، والتراك بيتقسم لسيكتورز، وبعدين بقى تبدا الداتا تترص وتتحط. يبقى دلوقتي اليوتيليتي اللي هي اسمها ديسك فورماتر وديسك تشيكر، عشان تشيكر بقى لو باظ بيعمل له ريبير. الديسك فورماتر will typically carry out all the following: removing existing data. ما انت لو بتعمل فورمات لديسك عليه داتا هتبقى ريموف. setting up file system اللي هو بقى ايه، يعمل لك الايكون بتاع هارد ديسك سي وجواه فولدر وجواه فولدر، بنسميها table of contents، بيبقى جوه الدايركتوري كده اسامي الفايلات اللي موجوده جواه. partitioning بيقسم لي الهارد ديسك البارتيشنز. الصورة اللي أنا وريتها لكم يا شباب، أنا عندي 2 هارد ديسك في الكمبيوتر بتاعي، وكل هارد ديسك مقسمه الأولاني مقسمه 2 partitions اللي هو C و D، والتاني عامله 3 partition C و D و E و F و G. دي اسمها partitioning. بس يعني it looks like I have، بص هنا أدي من هنا كده، it looks like أدي file explorer. It looks like أنا عندي كم هارد ديسك؟ 1 2 3 4 5. أبدا، أنا عندي C و D دول هارد ديسك واحد عامله 2 partition، و E و F و G ده ديسك واحد عامله 2 partition. الكلام ده بيبان إزاي؟ آدي من هنا admin tools، آدي هنا administrative tools، وآدي هنا computer management، وآدي هنا ديسك مانجمنت. ادي هنا يا سيدي يا شباب هو ديسك 0 وديسك 1، يعني الديسك الاولاني والديسك الثاني. ده 2 بارتيشنز ودي حته تبع السيستم، وده 3 بارتيشنز والحته دي قفلوها علشان يرضى يشغل 2 هارد ديسك في نفس الكمبيوتر. خلاص، يبقى دول 3 بارتيشنز، ماشي. وفي حاجه ما اعرفش اسمها ال NTFS فايل سيستم، بيعمل لي فايل سيستم والسايز بتاعه بقى، وده معمول له شيدنج كده تقريبا، دي البارتيشن اللي عليها الاوبريتنج سيستم، والباقيين بقى هيلثي اهوت
ماشي، كتر خيره بصراحة. يعني الاوبريتنج سيستم انت مش عارف حاجة والحاجات دي شغالة وخلاص، لكن لما تيجي تعمل ريبير لكمبيوتر هتخش عليهم بارتيشننج. يبقى نيد فور فورماتنج، واي دو يو نيد فورماتنج؟ configure the disk for use and initialize tracks and sectors. ادي هنا يا شباب tracks and sectors. initialize a file system. في file system اسمه FAT. تقريبا اختصار file allocation table. تقريبا. و NTFS يعني يمكن network file service. يا NT كانت اختصار new technology FS file system. ده اللي هو create a directory, a file directory. install a boot sector if operating system is a bootable disk. if creating a bootable disk ما انا وريتك البارتيشن سي بتاعي هو البوتابل. ماشي check all sectors and mark bad sectors. ايام زمان كان مثلا الحته دي بايظه في الهارد ديسك بيخليها bad sector عشان ما يتسجلش عليها data، لان الداتا لو اتسجلت عليها مش هتتقرا تاني. تمام؟ طيب يبقى دي اول يوتيليتي ديسك فورماتر اند ديسك تشيكر. بعد كده في حاجه اسمها ديسك ديفريجمنتر. يا دي النيله ايه الكلام ده؟ تعال اشرحها لك بكل سهوله. بص يا شباب البرامج اهي الداتا بتاعت البرامج او الفايلات متسجله على الهارد ديسك اهو، وكل داتا كل بروجرام بلون. يبقى البروجرام الاولاني بالازرق او الفايل الاولاني بالازرق، الفايل الثاني بالاخضر، الفايل الثالث بالاحمر. مالهم كده متنعكشين مش مترتبين كده ليه؟ ما هو كده فريجمنتد. يعني ايه فريجمنتد؟ اصل من كتر انت بتعمل كوبي وديليت وبعدين ابديت وتغير وما اعرفش ايه، فبتلاقي الفايل متنطور انت ما بتشوفش حاجه، بس هو الفايل متنطور على الهارد ديسك. طب دي ايه مشكلته؟ الريدنج بس هيبقى سلوور، فمن كتر الديليت والكوبينج والكوبينج والديليتنج الفايل بيبقى فريجمنتد متكسر كده زي ما انت شايف. ما هو حته بالازرق داخل فيها حاجات بالاخضر والاحمر، دي كده اسمه فريجمنتد. في حاجه بقى اسمها ديكس ديسك ديفريجمنتر، بتقول له بقى اشتغل على الكمبيوتر بتاع الهارد ديسك بتاعي، رتب لي بقى الفايلات كده تبقى الفايلات كونتيجيوس. ليه؟ عشان البرفورمانس يبقى سريع شويه، الريد والرايت يبقى سريع شويه. خلاص يبقى ديسك ديفريجمنت ري ارينج بلوكس. كل ده يا شباب جه في امتحانات انا مش جاي من عندي. يبقى ديسك ديفريجمنتر ادي فايل A وفايل B وفايل C، مسحت انت فايل A B وزودت فايل A فبقى حته هنا من فايل A وحته هنا في الاخر. ماشي كده بقى حصل ايه؟ فريجمنتيشن. تمام؟ ديسك ديفريجمنتر بياخد بقى A وB وC يحاول ايه؟ يرتبهم كده، يمسحهم يركنهم بعيد ويمسحهم ويرجع يرتبهم، زي كده ما تكون مره عاوز ترتب مكتبك، تروح جايب كل حاجه راميها على الارض وتطلع بقى ايه؟ الحاجه وتحطها في مكانها. ساعتها بتلاقي اللي انت عايزه بطريقه مور افيشنت راذر ذان الورق لما يبقى داخل في بعض. فديسك ديفريجمنتر to rearrange blocks that are used for each file to make blocks contiguous so that the file reading is faster and reduce head movement. الهيد اللي هي الموفمنت بتاعت الهارد ديسك، يعني في الاخر تبقى فاستر. يا شباب ده جايبه انا من اجابات اسئله، دي اجابات اسئله عشان بس تعرف الموضوع بيجي عليه اسئله. ممكن يجي في الامتحان يقول لك describe or why do you need disk defragmenter. ماشي طيب ديسك ريبير تشيك فور ان افرض بقى الهارد ديسك بدا يقدم ويبوظ ويطلع ايرورز وحاجه اسمها باد سيكتور، تشيك فور اني ايرورز انكونسستنسيز اور باد سيكتور اون ذا ديسك، ريزولف اني ايرور، ريتريف فايلز. ممكن في فايلات تكون يعني باد سيكتور ولا اتمسحت ممكن تعمل لها ريتريف، يعني لو موجوده في الريسايكل بين وعاوز ترجعها تاني ممكن تعمل لها ريتريف. في حاجات لو اتمسحت فعلا من الريسايكل بين في حاجات بتعمل لها ريتريف، بس حاجات متخصصه شويه.
reconstruct directory, recover disk when data is corrupted, mark bad sectors as unusable. تعال نشوف الحاجات دي كلها جت في امتحانات. Disk content analyzer, disk repair software, disk checker, identify bad sectors, identify bad sectors so that they can be marked as unusable, verify file system integrity and fix logical file system errors. Disk cleaner, find redundant unnecessary files, give the user to the option of deleting them if disk getting full. الديسك بيتملى على الاخر وانا عندي فايلات ملهاش لازمه، يا عم شغل الديسك كلينر. ديسك سبيس انالايزر، فيجوالي ديمونستريت ذا ديسك يوزج باي شوينج سايز اوف فايلز. طب ما دي سهله دي اهي، ادي هنا يا سيدي، ادي هنا مثلا ادي كل ديسك اهو، ادي اليوزج، وادي من هنا بروبرتيز، ادي هنا اليوزج، تمام. يبقى دي ديسك سبيس اناليسيس. طيب عاوزين بقى نخلص الشرح، مش معقول كل ده، انا هوقف لغايه هنا، فاضل لي صفحه واخلص شرح، بس انتوا شطارتكم تستوعبوا وتذاكروا كل هذا. سوفت وير باك او باك اب سوفت وير. دلوقتي انت خايف على الداتا بتاعتك، خدها كوبي على فلاش ميموري. طيب دلوقتي يبقى ده الباك، خلاص بقى مش محتاج له برنامج، انا بعمل رايت كليك وسند تو يبعتها لي على الفلاش ميموري وخلاص. ساعات الامور بتبقى اصعب. ليه؟ ان انت كل يوم لازم تعمل باك. ماشي كل يوم هعمل رايت كليك وسند تو على الفلاشه، لا 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 الموضوع صعب. ليه؟ لان الداتا كتير، يعني كل يوم بتعمل رايت كليك وباك اب للديتا كبيره قوي، فانت عاوز تعمل باك اب للديتا اللي اتغيرت، وانت مش كل الديتا اتغيرت، انت بتعمل باك اب تاني ليه؟ عشان لو في ديتا اتغيرت. طيب في سوفت وير بقى بيشوف لك ايه الديتا اللي اتغيرت وكل يوم يعمل باك اب جديد للديتا اللي اتغيرت، بس عشان مش عمالين ننسخ عمال على بطال. ده بقى اسمه باك اب سوفت. انت ممكن تعمل مانيوال باك اب رايت كليك وتبعتها على الفلاش ميموري وخلاص، بس انت بقى لو عندك باك اب يوتيليتي يفكرك كل يوم ان انت لازم تعمل باك اب او هو يعمل الباك اب بنفسه، يبقى كري استابليش سكادول فور باك اب، يبقى في جدول كده مواعيد للباك اب، وكرييت نيو باك اب فايل ذات هاز بين تشينج، ما يعملش باك اب لكل الفايلات اللي اتغيرت بس لان ايه الفايلات بقت كتيره قوي. يبقى ده الباك اب سوفت وير، وكمان برضه ريستور، يعني الباك اب سوفت وير بيعمل لي ريستور ديسك سموير ايلس ان كيس اوف ديسك فيلير. لازم تعمل باك اب على مكان سيبريت، ما تعمليش باك اب على نفس الهارد ديسك، لازم تعمل باك اب على ريموفابل ميديا يتحط بعيد. طيب يبقى باك اب سوفت وير، دي اجابه سؤال جه في امتحان يا شباب. كرييت ا كوبي اوف ذا كونتنتس اوف هارد ديسك بارتيشن can be set up to automatically backup and schedule backups. Allow the user to decide what is backed up, example files that have changed since the last backup. Allow user to set up an off-site backup. يعني مثلا انت ممكن تعمل backup on the cloud على سيرفر على الانترنت، عشان لو جت شوطه وقعت العماره كلها الداتا برضه تبقى في سيرفر في حته ثانيه. May encrypt backup file for security for privacy. Restore the data if necessary. لو الفايل لو الداتا الاوريجينال باظت هو اللي يعمل لي ريستور. فاضل ايه بقى؟ كلمتين ونخلص. File compression، ساعات بحب اعمل كومبريس للفايل لكذا سبب. لو ببعته بالايميل لما الفايل سايز يقل يتبعت اسرع. وحاجه كمان، لما يبقى بدل فايلات ادي 1 2 3 4 5 6 بيبقوا كومبريسد ان وان سنجل فايل ويتبعتوا، يبقى في حاجه اسمها فايل كومبريشن. لو الهارد ديسك بتاعك السبيس خلاص قربت تخلص بيخش في الكومبريشن، بيضغط لك الفايلات.
بس ساعتها بقى البرفورمانس بتقل. ليه؟ عمال ما تيجي تعمل ريد للفايل بيضطر يعمل له دي كومبريس، فبتلاقي البرفورمانس قلت. بس اهو بدل ما الهارد ديسك يقول لك انسفيشن سبيس، بيعمل لك كومبريس ويوفر شويه مساحه ويخليك بقى تستخدم المساحه اللي فاضيه. بس في يوتيليتي اسمها فايل كومبريشن مينيمايز ذا هارد ديسك يوزج ريكويرمنت، ديسك كومبريشن او فايل كومبريشن تو كومبريس اند دي كومبريس ذا كونتنتس اوف ذا ديسك thus increasing capacity. اخر بقى، اخر حاجه بقى كده تمام قوي، فيروس تشيكر. وانت عارف موضوع الفيروس، الديفينيشن بتاع الفيروس وازاي تحارب الفيروس، اكيد في حاجه اسمها فيروس تشيكر بيعمل سكان على الكمبيوتر ويتاكد لك ان هو فري فروم فيروس. يبقى فيروس تشيكينج بروجرام شود بي انستولد از ا بيرمننت فاسيليتي تو بروتكت ا كمبيوتر سيستم. لازم يبقى عندك انتي فيروس. بصراحه الويندوز 10 جاي معاها الويندوز ديفندر، وده بسم الله ما شاء الله شغال انتي فيروس وشغال فاير وول وشغال انتي سباي وير. ما هو الفيروس هو السباي وير او مالوير، وفاير وول بيحميني بقى من على الهاكينج، من الهاكينج على الانترنت وعلى النتوركس. ماشي، بس ده انا مسميه انا فيروس تشيكر. او بقى بتجيب انت اديشنال اللي هو مكافي ولا افيرا اللي هي كوميرشال نيمز موجوده في السوق. It is necessary that the virus checker is regularly updated. ما تجيبليش بقى انتي فيروس بقاله 10 سنين وما تعملوش ابديت. ده هو انت بتعمل انستول للانتي فيروس وهو كل شهر شهرين لازم يعمل لنفسه ابديت عشان يبقى protecting you from the latest discovered viruses. طيب الفيروس تشيكر دي اجابه سؤال جه في امتحان، انا عارف انا جايب النوتس منين. مره سالك على الايه؟ الفيروس تشيكر. خلاص اكننا حلينا باست بيبر. يبقى سكانز فايل ستورد اون ذا هارد ديسك فور malicious كود عشان يكتشف لو في فيروس. سكان فايلز وين ذي انتر ذا سيستم، وانت بقى بتدخل الميموري ستيك يعمل تشيكنج على في الميموري. سيت اب اسكيدول فور فيروس تشيكنج. ساعات بقى الساعة 2 بالليل والكمبيوتر مش محدش بيستخدمه بس متساب مفتوح، هو بيعمل بقى سيستم سكان على الايه الهارد ديسك كله. بياخد وقت وبيبطئ الجهاز، فعشان كده بيعمله سكاديولد في وقت ايه؟ محدش بيستخدم الجهاز. ايزوليت وكوارنتاين وديليت ا فيروس. لو لقى فيروس عرف يعمل له ديليت كتر خيره. مش عارف يعمل له ديليت يعمل له ايزوليت اللي هي كوارنتاين. ماشي. regularly updates the virus definition دي مهمة جدا. يبقى anti malware هو الانتي فيروس هو برضو anti malware. this can remove quarantine virus and or other malware.